بس على جنب هنا يا اسطى. يس امسك. احنا بقى هنخلي ست احباب عندنا؟ لا دي هتيجي تقعد عندنا في البيت. لا اصل عندنا يعني هتبقى متداريه ومحدش حاسس بيها. وبعدين ما تاخذنيش بس الست الوالده هتبقى صعبه قوي على ست احباب. امي ده امي طيبه قوي دي هتحطها جوه عينيها. معلش يا استاذ حسن خليها احسن عند شكر عشان يعني لو حبيت اقعد معاها ابقى براحتي. ما يصحش برضو الناس تشوفني طالعه عندكم وانا ما عنديش سابق معرفه بالست والدتك. خليها براحتها يا استاذ حسن وما تقلقش لو حصل اي حاجه انا معاها وما تخافش. طب تحب اجي معاكم؟ لا ليه انا معاهم يعني ما تخافش. قريه يا شيخ مبروك وانت مش عايزنا نساعد باي حاجه خالص؟ مش القصد والله يا استاذ حسن ده انا يعني عاوز اطمنك والله مش اكتر. طب كنت عايزك في كلمه يا استاذ حسن. تحت امرك. متشكره بس اوعى تفتكر ان انت كده صلحتني. انا لسه واخده على خاطري منك. انا ما عملتش كده عشان اصالحك. انا عملت كده عشان وعدتك ان انا ارجعها لك. وبعدين يعني انا ما اقدرش اشوفك في ازمه واقف ساكت. لازم اكون جنبك. لكن على الزعل فهم بيقولوا يعني المصالحه على قد الزعل. انا الصراحه يعني ما اعرفش انت زعلانه مني قد ايه عشان اعرف اصالحك ازاي. انا بقى عارف لو عايز تصالحني تيجي المولد وتجيب معاك بنتك نورة. أنا نفسي أشوفها وكمان عشان أعرف غلاوتي عندك قد إيه. ما أنت عارفة يا ليلى إن أنا ما بروحش المولد من ساعة موت أبويا. لا تروح وتقرا له الفاتحة هناك هو وحنوقة وبعد كده لما تفتكر المولد تفتكره بيا أنا مش بأي حاجة وحشة حصلت لك هناك. إلا بقى لو أنت مش فارق معاك إنك تصالحني. يا ستي ليه؟ عندنا أمانة وعايزين نرجعها لصاحبها ولا إيه؟ إن شاء الله أشوفك في المولد. يلا عشان ما تتأخروش. هستناك بس يا رب تعرف تلاقيني. يلا يا ستي ليه؟